توصلوا الامهات سواء يعني ديال اليوم او ربما ديال غدا ان شاء الله. ممكن غتكون كاين الحاله الاولى ديال الطفل كان اخذوها قبليه، اما غيدوز واما ما غيدوزش، راه ما غيدوزش راه ما غيدوزش، انما باش يخليو الطريقه ديال الختان ديالو الا كانت كتختلف على جهه اخرى حنا خصنا السلامه. جوج طريقه العمل باذن الله اطمئنوا اقل من دقيقه في الطفل باستثناء بعض الحالات. اللي بغينا نديروا ليه انتباه هو في المرحله الثالثه ديال السويبي، ملي غيمشيو للدار ديالو ملي غيمشي للدار ديالهم مو خصها تاثر مزيان باش تستعملوا ليه. راه معاك كنهضر على الام، ما دير انت اللي غتمشي للدار ديالك كيفاش غتعملي ليه الدواء ديالو، الدواء ديالو بانتظام راه 24 ساعه تلقى ولدك يلعب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شد زغريطة الأرض عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. منصور بالحاج نائب الأول لرئيس من قطعة حصين، دأب المغاربة الاحتفال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتماشيا لسنته تقوم قطعة حصين بحفل الختان للأطفال لأطفالنا الصغار على تراب المقاطعة، قرية ولاد موسى، سلة جديدة، سيدي حميدة، الولجة. العدد 200 طفل في قرية ولاد موسى و 200 طفل في السلة الجديدة. ونتمنى من الله أن الاستمرارية لهذا العمل الخيري، ونتمنى من الله الصحة والعافية الملك محمد السادس نصره الله ولكافة الأسرة العلوية الشريفة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن العلوي رئيس طاقم الختان بدون نزيف مدينة فاس، وكنخدموا على الصعيد الوطني طبعا وفق واحد الشروط اللي كتستدعى الأمان ديال الطفل على أساس الأشياء الأمراض خاصة منهم التحاليل القبلية التيبي والتيسيكا، واللي طبعا كنمشيو عبر واحد السيركيلير ديال وزارة الصحة كيكون الطبيب المشرف على العملية بأكملها، القضية ديال المراقبات ديال التحاليل والسير العادي ديال العملية الختان. طبعا حنا كنخدموا على صعيد الوطني تقريبا ما بين 10,000 حتى 12,000 طفل اللي كنخدموا سنويا، والعملية ديال كتستغرق أقل من دقيقة، اقل من دقيقه في الطفل باستثناء كاين بعض الحالات اللي ممكن كتحتاج كتكون مستعصيه كتحتاج للخيط ولا كتحتاج شي حوايج مثلا بحال هكا. وكاين المراقبه قبليه وكاينه بعديه، يعني الطريقه باش كان باش كنتعاملوا باش انما كل اللي كينظم النوع ديال هذا العمل سواء من المجالس الطاقم اللي كيشرف سواء من الطبيب الرئيسي سواء سواء القاسم المشترك هو واحد الطفل اللي ممكن خصو نحتافظوا عليه في صحه جيده. هاد الامور راه متوفره في هاد الجروب على حسب اللي عندنا مسائل، وهذا كاين 400 اللي كاينين، كاين 200 اليوم وكاين غدا. حنا احيانا ولفنا مثلا كمدينه فاس على سبيل المثال اللي كندوزوا فيها 4,000 طفل في يومين، سمعتي الطاقم تقريبا كيوصل لواحد 22 فرد، وكل واحد عنده تخصص في الدور ديالو في المجموعه، وكل شيء كيمشي نشاط وتبارك الله. حتى القضيه ديال الدواء تقريبا ماشي شي تريتمو كبيره، يعني بحال اللي كتعالجوا على الحريق ديال الدوزيام دوغري. وانتم غادي تشوفوا ان شاء الله باذن الله ما بعد العمليه وغتشوفوا الطريقه ديال العمل اقل من دقيقه، التريتمو ديالو ما كتعداش قلت لك واحد 50 درهم الا كان بالنسبه للفقير، بالنسبه للفقير يعني العلاج ديال الدرجه ديال الدوغري رقم واحد. هنا من القريه الحمد لله داز بخير وعلى خير. شكرا.
كنشكروا رئيس الدائره، كنشكروا جميع الصاهرين على هذه العمليه هذه. محتاجين بزاف بحال هذه العمليه، حيت كاين ناس بزاف اللي ما عندهمش القدرات باش يطهروا وليداتهم. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. كنشكروا هاد الناس هادو هاد المبادره، وكنشكروا رئيس الدائره السي بن عطيه اللي دائما كيدير هاد المبادره ديال الختان، وكنشكروا الناس الاطر والاطباء، وكنشكروا الجميع. لا ولد خويا، هذا ولد خويا. الحمد لله بخير، كل شيء مزيان، الله يكثر خيرهم. دائما الناس محتاجين بحال هاد العمليات، دائما الناس مساكن راك عارف امس الحاجه لهذا الشيء هذا. الله يكثر خيركم. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.